القمح كان بحوالي 330 إلى 340 دولار، وصل لي 480 و500 دولار. دلوقتي البضاعة اللي في المينا متوسطها كلها 350 دولار، فده خبر جيد جدا. كويس. طيب على الدولار اللي موجود حاليا في البنك المركزي على الريت 19.5، تلاقي ان الدقيق يوصل الى 8200 جنيه. عند اي سعر دولار تاني متداول او الناس بتتكلم عليه، عمر الدقيق ما يعدي 9500 جنيه. احنا حضرتك بنسمع اليومين اللي فاتوا دول 11 و12 وناس بتحاول تقلل اوزان وناس بتعمل كل دي اسعار مبالغ فيها جدا. فاحنا عندنا خبر جيد ان فعلا سعر القمح العالمي نزل، وده لا يخفى على الناس المختصين. طيب حضرتك لما الدقيق النهارده يكون اخره 9500 جنيه، والناس النهارده بدات تسمع في السوق 11000 و12000 جنيه، ده سببه ان اللي عنده بضاعه النهارده ومفيش افراج حاسس ان هي بضاعه عزيزه جدا مش هيعرف يجيب غيرها، وبالتالي بيحاول، مش عايز اقول يستغل، انما بيحاول يعظم الربحيه. فانت عايز تقول لي انه لما القمح نقص بره زاد عندنا؟ طبعا القمح دلوقتي المستوى دي اللي احنا بنسمعه ده غير متناسق خالص مع سعر القمح العالمي، القمح اللي هو بيجي من روسيا واوكرانيا. الحقيقه هم عندهم وفره كبيره جدا طبعا، وحصل الممر الامن، وبالتالي في فلو قوي جدا داخل مصر. فدي انا عايز اقول ان دي كمشكله دوليه بالنسبه للقمح. وانت بتقول لي انه في كميه كبيره اوريدي موجوده في المواني المصريه، المواني بالاسعار اللي بحكي لحضرتك عليها، اللي هو عمر الدقيق فيها مهما كان سعر الدولار عمره ما يعدي 9500 جنيه، اللي هو تحت مستوى ال 10000 جنيه، اللي هو يعني لو تم حل، وان شاء الله احنا عندنا ثقه كبيره جدا في السيد محافظ البنك المركزي وفقامه طبعا تحت الشرف فقامه السيد رئيس الجمهوريه، ان هم الحلحله الجزئيه لهذه المساله هيزف خبر صار جدا من الناس، لان هنبص نلاقي ان اسعار الدقيق تراجعت ثاني الى مستوى ال 9000 و9500 جنيه، وبالتالي هنحل هيأثر تاني على الفينو، يرجع يعني صحته افضل، حجمه احسن، سعره اهدى. اه